اللي لم يتم استدعائه من جانب المدرب دونجا. وتيلر في اول محاوله حكم اللقاء يامر باستمرار اللاعب ميلان. بافالي ينقل كره لجاتوزو. اندريا بيرلو لين بيرلو يسدد حتى عام 2013 يلعب كره داخل منطقه الجزاء. متابع من دفاع اودينيزي. رونالدينيو يتابع من جديد. محاوله المرور من دينيو. دينيو يلعب كره عرضيه والهدف الاول لاونتيلر. الكل بوديتيستا 1-0. اذا كان اونتيلر لديه الرغبه في المشاركه مع المنتخب الهولندي فايضا هذه الرغبه موجوده عند اللاعب رونالدينيو. رونالدينيو لم يستدعيه دونجا. يحاول دينيو ان يوجه رساله لمدرب المنتخب البرازيلي سانشيز في الاستقبال. سانشيز سانشيز والتسديد. كرة قوية كانت من إسلا. عدل سانشيز يمهد. إسلا يسدد. سانشيز 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 يسدد. سانشيز للدينا الثاني يسدد. يجرب حتى الكرة ليلر من بعيد يسدد. وديدا ديدا يتمكن من الامساك بالكرة. تسديده من خارج منطقة الجزاء من يلير. حاول ان يغالط تسديده. اليساندرو نيستا. نيستا ليون تيلر. دينيو لباتو. باتو فور جاكو. باتو في التسلل لكن سلسلة من النقلات. اونتيلار دينيو وانطلاقة باتو لكن الحكم. بيرلو يمرر ليون تيلر. بيرلو يهيا الكرة لاباتي. اباتي اباتي يا حارس مرمى مانديروفيتش. دينيو مر يراوغ سان ماركو ينتظر في المساعدة. مر لباتو. باتو لو تمكن من خطف الكرة. ميلان يتقدم 1-0 على حساب اودينيزي. امبروسيني في التمرير تعود تسدد. امبروسيني ناتالي دي ناتالي لإسلا. إسلا ديدا ديدا يتمكن من الامساك بالكرة. سيلفا للوراء عند حارس مرمى. ديدا ضغط من فلور. فلوريز يخطي ديدا. تصل لديناتالي. ديناتالي ديناتالي لفلور. فلوريز فلور. فلوريز سدد والكرة تسلسل لدينيو. دينيو اونتيلر. اونتيلر يسدد. جوسيبي وفالي. جوسيبي وفالي في التدخل شرعي يتمكن من التمرير ناحية رونالدينيو. دينيو بروسيني أرضية. يتدخل امبروسيني وحكم اللقاء. يعلن على الخطا. خطا لفائده فريق اودينيزي امام التدخل اللي قام به اللاعب جوسيبي فالي. تمكن من التمرير ناحيه دينيو امام للاعاده مره اخرى. اخطاء ميلان. زباليا من بيرلو وايضا من ديدا لكن لم يستغلها فريق اودينيزي. انطلاقه من باتو. باتو في الانطلاق. باتو باتو باتو. وصل الانطلاق وبالتالي لم يتردد في عديد من الكرات الى اهداف. بيرلو يسدد. ديناتالي 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 والراسية. هدف هدف لفائدة اودينيزي عن طريق فلور. فلوريز على الدفاع. ميلان يتفوق على جنارو كاتوزو. وديدا حاول ابعاد الكرة الى ان راسية ديناتالي مر. مر لباسكوالي ارضية وحارس مرمى. ديناتالي مرر. اساموا اساموا يسدد وكرة بعيدة. لاعب ناضج لن يتأثر عدم استدعاء لصفوف المنتخب البرازيلي. اونتيلر دوبيات لاونتيلر. ثنائية للمهاجم الهولندي. اونتيلر يستفيد من الارتباك الواضح. اونتيلر يتفوق على اندانوفيتش امام الاعاده. اونتيلر تسدد. غلط اندانوفيتش واعلن عن هدف ثالث لمصلحه ميلان. ميلان 3
اللي اخذ تصريح الذي يسمح له بالمشاركه. نيستا، نيستا ابعد كره في التوقيت المناسب. لقاء صعب امام انتر صاحب الصداره. هذه الكره داخل منطقه الجزاء وحارس المرمى ديدا. هذا سانشيز، سانشيز عرضيه وديدا. بيرلو، بيرلو كره مقاومه متابعه، متابعه من تيلر ان يطبق مصيده التسلل. كرة يحاول ضمه ويحاول ان يكون جاهد مصر القادم. امكانيه لجاتوزو، جاتوزو يضيع حتى هذه الفرصه السهله، جاتوزو يضيعها. تمريره وهديه من رونالدينيو، رونالدينيو مر، جاتوزو استقبل لكن كرة اصطدمت في وجه الحارس ساندانوفيتش. كان بامكان جاتوزو هو الاخر داخل لحظات في الانتصار، وايضا سجل في مرمى اليوفي. التيست كانت من جانب اللاعب رونالدينيو، والابعاد ياتي امام كرة بيرلو راسية من دينيو. دينيو سجل بالراس. الكرة لديفيد بيكام، بيكام طويلة مع انطلاقة لباتو، إمكانية لرفع الأهداف. باتو الخطير، باتو سدد والرابع كان يأتي. الكرة كانت أن تتخطى محاولة للكونتر بيدي، هجوم عكسي لفيل التودينيزي. سيموني بيبي لدي ناتالي، دي ناتالي لا وجود تسلل، إمكانية للتهديف ودي ناتالي، دي ناتالي قلص الفارق، يحرز الهدف رقم 17 له. الحارس نيلسون ديدا، دفاع ميلان حاول يطبق التسلل لكن يتمكن دي ناتالي. تلعب كرة مقوسة، التدخل من جوسيبي فالي، ديدا يتابع يمسك بالكرة. ديدا قرر لي جاتوزو، جاتوزو عند باتو، باتو في الانطلاق الان. الكسندر باتو، باتو، باتو اسلا يتابع، باتو يمر باتو الان، ينطلق باتو، باتو العرضية زاباتا يتابع ورمية جاموا، ازاموا بيرلو يتابع، نيستا يمر لي امبروزيني. وفي هذه اللحظة مشاهدينا الكرام صافرة الحكم دومينيكو تشيلي تعلن عن انتهاء اللقاء بفوز ميلان على حساب أودينيزي.